ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وفد مملكة البحرين المشارك في منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019، والذي استضافته سلطنة عمان الشقيقة بمشاركة عدد من وزراء التربية والتعليم في الدول العربية وعدد من المسؤولين والمختصين في قطاع الصناعة وريادة الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب والأكاديميين في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم وسبعين شركة عالمية في مجالات التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات من 45 دولة حول العالم. وقد شارك الوزير في الجلسة النقاشية الوزارية والتي عقدت ضمن أعمال المنتدى بورقة عمل تطرق فيها إلى موضوعات تتعلق بمدى جاهزية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبني مداخل أو مقاربات التعليم الابتكاري ضمن نظمها التعليمية وفوائد التعلم النشط بالنسبة للطلبة والمعلمين. وألقى الوزير الضوء على الوضع الراهن والخاص بتطبيق التعلم الذي يستند على تكنولوجيا التعليم وطرائق التدريس الحديثة في مملكة البحرين. وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في مجال تقديم برامج التدريب النوعية المخصصة للمعلمين، كما تحدث الوزير عن أبرز الإنجازات التي تحققت على الصعيد التعليمي، ومن أبرزها حصول مملكة البحرين في التعليم على المركز الأول عربيا والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية 2019 بشأن التنمية الاقتصادية المستدامة ودور التعليم فيها، وحصول المملكة على جائزة الأسيسكو 2018 للموارد التربوية الرقمية المفتوحة عن مبادرة مكتبة الرقمية المتمثلة بمحتويات تعليمية رقمية نوعية متميزة من إنجازات المعلمين والطلبة، وتحقيق طلبة المملكة قفزة نوعية مشرفة في اختبار الدراسة الدورية للعلوم والرياضيات 2015 تيمز، وتحقيقهم مراكز مشرفة في اختبار القراءة 2016 بيرلز. وأوضح الوزير أيضا جهود الوزارة في الاهتمام بالطلبة من خلال مركز رعاية الطلبة الموهوبين ومشروع إنجاز للتدريب على ريادة المشروعات واحتضان مشروعات التخرج والنوادي العلمية والإبداعية والمشاركات في المنافسات والمسابقات الإقليمية والدولية في إطار العناية بالابتكار والإبداع والموهبة. كما تطرق الوزير لموضوع تطوير التعليم العالي في مملكة البحرين من خلال تنفيذ استراتيجيتين طموحتين، الأولى للتعليم العالي والأخرى للبحث العلمي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لإيجاد حاضنات لمبتكرات الطلبة ومشروعاتهم، والسعي إلى طرح برامج أكاديمية نوعية وإنشاء كلية البحرين للمعلمين. هذا المؤتمر الذي حضره العديد من الوزراء والمهتمين بالشأن التعليمي ناقش متطلبات القرن 21 فيما يتعلق بالتعليم الذي يؤكد على الابتكار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال. كان هناك أيضا لقاء حواريا تطرقت فيه إلى هذه الجوانب، إضافة إلى ما تم على صعيد مملكة البحرين من الاهتمام بالشأن التعليمي وما حققته وزارة التربية والتعليم في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من إنجازات على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي.